مركز الدراسات الاستراتيجية هو على فكرة هو ماخذ التصنيف رقم واحد على كل مراكز الدراسات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في التصنيف، في أفضل تصنيف عالمي للثينك تانكس بالعالم من بنسلفانيا، بأنه المركز رقم واحد هو بكل شيء بكل أدائه، يصنف المركز كمركز تقدم على المراكز الدراسات الاستراتيجية، تقدم على مركز دراسات الأهرام، وتقدم على مركز دراسات الدوحة، وتقدم على مراكز الدراسات في تركيا، وتقدم على كل مراكز الدراسات الموجودة في إسرائيل. عشان تعرف شغلة هذا نقلل من عمل المركز. أنا بدي أجاوب على السؤال. هلا هذا المركز ويقدم أرقام ويقدم حقائق لصانع القرار في الدولة، وبالتالي لكن لا يفرض رأيه على صانع القرار في الدولة، لكنه يعرض ما يقوله الشارع الأردني، وله الخيار صانع القرار إذا بيأخذ فيها كان به، ما بيأخذ فيها هو بتحمل مسؤولية. أما بالنسبة للتمويل فأنا أؤكد يعني تأكيدا مطلقا بأن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لا يأخذ قرشا واحدا من الحكومة لتمويل ميزانيته، ولا يأخذ حتى من الجامعة الأردنية إلا في بعض الدراسات الواسعة التي يقوم المركز، مثلا دراسات الأردن 20 لسنة 30، دراسة هاي يمول من منظمة اليونسكو بالتنسيق مع